أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. في العناوين: مواطنون ينصبون خياما غرب القرن الثانٍ للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب. في العنوان الثاني: مظاهرات في ميسان تندد بالمحافظ علي داوي وتتهمه بالتقاعس وعدم العمل من أجل مصلحة أهلها. في العنوان الثالث وهو العنوان الختامي سيكون مع عراقي أو مع عراقي مواطن يتحدث عن فساد الأحزاب في إحدى التظاهرات التي نفذتها الجاليات في الخارج للتضامن مع التظاهرات الحالية القائمة في العراق. أهلا بكم. البداية مع متظاهرين في البصرة يقطعون الطريق المؤدي إلى حقل غرب القرن الثانٍ بالإطارات المشتعلة. نتابع وإياكم. الآن إلى تظاهرة لعدد من أهالي قضاء الزبير أمام مجمع البرجسي النفطي غرب البصرة. لقطات مختلفة لذات التظاهرة التي شهدها قضاء الزبير أمام مجمع البرجسي النفطي غرب البصرة، نتابعها وإياكم الآن. الآن إلى منطقة غرب القرن الثانٍ، وهناك مواطنون ينصبون خياماً للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب وأيضاً لمواصلة الاحتجاج. نتابع. Thank you.
يا اللي ما يرضى بما صور يا اللي ما يرضى انت بس قل بما صور احنا مظاهرين ايه وكل احنا تحالك من حالنا وانا جايبت مباشر ايه هناك صور بالهمار. الان الى جانب من تظاهرات البصرة المستمرة واتساع رقعة التظاهرات الشعبية، دعونا نتابع معا. شنو اليوم؟ ممثلين عن الشركة؟ اه وظل مظاهر غير محمد تاني محمد طالب مكان تاني يابت عني صبح باكر باكر الحراج يجيبون ويجون جايين لا فلافل مظاهر حتى يحققون مطالب يقول ما بطل مظاهر حتى أن كثيرا من المتظاهرين نصبوا خيامهم في الشوارع رفضا للمغادرة. الآن إلى مشاهد أخرى تبين التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في البصرة وسط دعوات للمشاركة المستمرة فيها لعموم المواطنين، نتابع. مرد واحد يرمى علي قعدوا 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 شباب رحمة على والدك لا تقدم الآن إلى ميسان وهناك مظاهرات خرج المشاركون فيها من أجل التنديد بالمحافظ علي داوي واتهموه بالتقاعس عن خدمتهم، نتابع وإياكم. شلة سرسرية مجلس النواب شلة سرسرية مجلس النواب شلة سرسرية مجلس النواب صعدوا بالحاشد يا وسهلا شلة سرسرية مجلس النواب صعدوا بالحاشد شلة سرسرية مجلس النواب شاركوا باصل شلة سرسرية يتكاتل شعبنا نحطهم بسرعة شلة سرسرية مجلس النواب راسك على الجبال شلة سرسرية مجلس النواب يا
شلة سرسرية مجلس النواب ما ينحسب زلمه شلة سرسرية مجلس النواب العجب العجاب في العراق أن العراقي وحتى يحصل على وظيفة عليه ألا يكون عراقيا. شركة غير عراقية تعمل في العراق تفرض على مواطنين من أهالي البصرة تزوير جنسيتهم كحل من أجل الحصول على العمل. تعالوا نتابع بقية الحكاية بشهادة بعض مواطني البصرة. نتابع. هل انت الضامن المظاهرين اللي يحرقون التيارات؟ نعم. هل انت مع المظاهرين اللي يحرقون التيارات؟ لا، احنا نظافة البلد ندور عليها. نظافة البلد ونظافة البصرة احنا ندور عليها. احنا بس هذه الحكومة خلت المتظاهر ينتهي الى هاي الطريقة. ما حد سمعه. السوق ذكرت على جبار العيبة على الوعود. واحد اليوم قال 5000 10000 وظيفة. هل هي كاذبة؟ انا اقول لهم 5-8. احنا شركة 140 منتسب بيها. يوم 5-8 خلص عقدنا. العقد حاله الى شركة مصرية. شركة انسان مصر يعرفونها. شركة انسان مصر ما وافقت. ليش؟ ما لك وانا اسمعني خليك لك. احنا رحنا عليهم قالوا ريج عمال فنيين مهندسين ما نريد. يا بليش؟ قال اما تتنازل عن شهادتك فشغلك فني وعامل، او تنازل عن جنسيتك تجيب لي جنسيه ثانيه حتى شغلك مهندس. بس هو انا بلدي اليوم انا بالعراق اشتغل بالعراق بلدي. المصري يفرض علي هذا يقول فقره بالعقيد. فقره بالعقد خلوها. المهندس لازم يجب ان يكون اجنبي. اليوم انطرح علي هذا الموضوع على هاي الشركه. نعم انطرح علي هذا الموضوع على مول هاي الشركه. ضرب حكمه لامير المؤمنين. ايش قال؟ قال احنا اصحاب الدليل ولا من يميل الحق انا ميل. اي خلي يجيب العقد مع شركه. احنا كل شو يجيب العقد انه انا متعاقد ويا شركه مصريه. ما ينطونا العقد. انا رحت الشركه المصريه وراحوا مهندسين عندي. انا مدير مشروع راحوا مهندسين عندي. انا ما اروح ما اذن نفسي للمصري. انا ما رحت. راحوا مهندسين عندي وقدموا عمال وقدموا فنيين وتنازلوا عن شهادتهم. يعني هسه كل الاحوال اكو مثلا انطبق علينا. احسنت. مثل شو يقول؟ يقول اجلكم الله البعير يحمل ذهب ياكل عقوق. انا يجي الطبق مو هذا العراقي محتاج يوكل عائلته بس بذل. هم وصلونا الحكومه وصلونا الى الذل. وصلونا ناكل لقمه بذل. يعني جبر عيبه. ليش اتنازل عن شهادتي انا؟ 30 سنه اتنازل عن شهادتي. الآن إلى النجف. هناك عدد من شيوخ النجف ينتقدون القوة المفرطة التي تستخدمها القوات الحكومية ضد المتظاهرين في المحافظة. نتابع. وكما صار بالموصل وباقي المحافظات احنا نقول باكر كاف الأمور تنفلت من ذينا. اليوم مسيطرين على هاي الشباب الموجودة بالمظاهرات. مسيطرين عليها كاف باكر واحد يطب وتنفلت الأمور. يعني هسه اذا ثارت عبوه ناسفه وكتلت الى 20 الله وكيلك لا محافظه تبقى ولا مجري الشرطه تبقى ولا قياده. جايبين سوات من بغداد ومن باقي المحافظات يعتدون علينا عليهم الحمي. دافعنا عن داعش. ليش؟ ليش عمي هذا الاعتداء على النجف؟ ليش؟ ما خليت حرمه. يعني السيستاني محرج امام شعب العراقي محرج. يسوي دماء ينطي فتوه شلون رجل متحير. يعني باقي العشائر هم متحيرين، هم احنا متحيرين. انا احرض على ابن الشرطه هو ابني. احرض على قائد الشرطه هو ابني حاميني، والله العلي العظيم كل احنا نريد بقاء الامن القوي. اذا انهار الامن بالنجف انهار الامن بالعراق كله. هو احنا ما خايفين على مصالحنا الماديه، لا والله، خايفين على مدينتنا وعلى بلدنا وعلى مقدساتنا، هذا اللي نحفظ من عنده. يعني صح واحد حزب من الاحزاب يدخل له 10. امس انا واقف بباب بيتي والله دقيقه ما قدرت اوقف بالمظاهرات من هذا مثير الدموع. وذول الشباب اللي شردوا يدفعون بالبلد ويطبون حق جواري يتحامون من الشرطه. قسم شردوا وخلصوا وقسم خذوهم من الشرطه. مقطع فيديو طبعا موجود. مو لا انا سولفت الجماعه لا من مركز المدينه ولا من النواحي والاقضيه حتى زيهم يختلف. هسه شباب عليهم طابع البلاوي اليوم كلها تعاني. هو هم يعاني للتعيين. فانا ليش ما قاعد المحافظ؟ الآن إلى عراقي مقيم في إحدى الدول الأوروبية يتحدث عن فساد الأحزاب في تظاهرات إحدى جاليات الخارج. تعالوا
نتابع أبرز ما قاله في المقطع الآتي. لم يلبوا من مطالب المتظاهرين واحد، هذا حكيهم كله تخدير، وشعاركم هذا اليوم ارحلوا هو الحل في العراق. الآن أخوان هناك نغمة جديدة عند الأحزاب، ما هو البديل؟ تحكي وياهم يقول لك ما هو البديل؟ عقمت أرحام النساء إلا أن تلد تلك الأحزاب الجاثمة على صدر العراق. إما الآن ينقون الوزارات من المجرمين والبعثية والفاسدين، شعار البعثية هم رجعوا وهم طرحوا على الناس وهم الفوضى والبعثية. واثنين نطالب القوات المسلحة أبنائنا، الحل الآن المظاهرات مستمرة، أبناء الجيش والقوات المسلحة لا تصوبون أسلحتكم إلى صدور أخوانكم وأبنائكم المتظاهرين. الأحزاب راح تدش ناس، إحنا نحيي قبيلة بني منصور، طلع شيخ بني منصور شيخ عشيرة قالهم أنا ابن القتل، إذا كان الجيش إذا كانوا المتظاهرين طالقين طلقة واحدة فمن حق الجيش أن يرد وأنا أتنازل عن الدم. الجيش بالبصرة اعترف بالمظاهرة الأولى ماكو أي رمي من المتظاهرين. محافظ النجف طلع قال ترى المتظاهرين من دخلوا المطار صار ازدحام على الطاولات، واللي كسروا داخل المطار نعرفهم. مطار النجف قبل 6 أشهر المتباكين الآن على العراق، خل يسمعون لا يتباتون على المطار وعلى عرباي المحترقة. المظاهرات السلمية ما تنفع ويا دولة، 613 مظاهرة من السقوط لحد الآن. مطار النجف قبل 6 أشهر رئيس الوزراء يصدر قرار بإعفاء القائمين على وعاصين ما يرضون، الآن بجهود المتظاهرين رجع المطار إلى الدولة. مافيات ولا ماركات مسجلة لما يعاينون على سيارة محترقة. ربما كان هذا الرجل تحدث بالكثير مما يجيش في صدور مئات آلاف العراقيين إن لم يكن الملايين. الآن إلى وقفة احتجاجية في مدينة دوسلدورف في ألمانيا، والتي جاءت أيضا من أجل دعم تظاهرات العراق. نتابع إياكم. ماشي. قامت الحكومة العراقية المنتهية شرعيتها منذ بدء الاحتجاجات والمظاهرات السلمية من قبل البسطاء المطالبين بحقوقهم المشروعة بالماء والكهرباء والخدمات والعيش بكرامة وفقا للدستور العراقي الرسمي، وبدلا من الاستجابة لهم قامت باستخدام العنف المفرط ضدهم والرصاص الحي الذي أدى إلى قتل وجرح العديد منهم وغلق منافذ الاتصال والإنترنت مع ملايين المواطنين في محافظات الوسط والجنوب مانعين عنهم حق التواصل والاطمئنان مع الأهل وطلب المساعدة ضد ما يعانونه من الظلم والعنف والاضطهاد. هذا الفعل يخرق وينافي القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان ويتعداها لمراتب إرهابية داعشية مرفوضة من المجتمع الإنساني المتحضر. لذلك وتضامنا مع أهلنا ثوار العراق نطالب الحكومة العراقية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان، المحافظة على حياة المتظاهرين، الاستجابة لحقوقهم الشرعية بالأمن والخدمات والعيش وفتح قنوات الاتصال والإنترنت فورا والقصاص من قتلة الشهداء. وسنستمر بمطالبنا هذه ورفعها إلى الجهات الدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لحين الاستجابة لها، حتى إذا تطلب الأمر فتح اعتصام مفتوح تضامن مع أهلنا الثارين في العراق لتغيير هذه الحكومة الفاشلة. شنو رأيك الحل حاليا؟ والله الحل أنت مع الانقلاب عسكري أو شيء ثاني؟ بالضبط، إحنا نطالب بإسقاط هذه الحكومة ونطالب بإلغاء البرلمان وتكوين نظام رئاسي مو نظام برلماني. شكرا. شاهدتم هذا المتحدث بهذه الوقفة التي تمت في ألمانيا، وفي ذاتها المحتجون نددوا باستخدام الحكومة الحالية وقواتها الأمنية المنتشرة في أكثر من محافظة، نددوا باستخدام قوات الحكومة للسلاح ضد المدنيين العزل الذين يواصلون تظاهراتهم في العراق. تعالوا نتابع. إيران برا برا النجف تبقى حرة. إيران برا برا النجف تبقى
الآن إلى فقرة آراءكم لليوم الثالث، أو ربما أصبحنا في اليوم الرابع الآن. جمارك منفذ صفوان في العراق تؤخر عملية تسليم مولدات كهربائية قادمة من الكويت إلا بعد أن تدفع الكويت الرسوم الجمركية. طبعا هناك إعلامي كويتي أكد أن المولدات مقدمة على سبيل الهدية لأهالي البصرة، هي هدية وهناك من يطالب بدفع الجمارك مقابل هذه الهدية. تعالوا نشاهد تعليقات جمهور فيسبوك، لكن قبل التعليقات نشاهد هذا المقطع المصور الذي يتحدث أو الذي يبين لكم الشاحنات التي تحمل هذه المولدات وكيف أنها ممنوعة من المرور إلا لحين دفع الرسوم الجمركية. بعدها نذهب إياكم إلى قراءة في التعليقات، نتابع الفيديو أولا. شاهدتم كيف أن هذه الناقلات أو الشاحنات التي تحمل المولدات الكهربائية ما زالت في مكانها، لم تخرج إلى أو لم تدخل للأسف إلى البصرة، والمطلوب منها أن تدفع الرسوم الجمركية رغم أنها محملة بمولدات كهربائية جاءت هدية من الكويت. تعالوا نشاهد كيف تعامل وكيف استقبل جمهور فيسبوك من العراقيين هذه القضية وكيف علق عليها. في التعليق الأول كرم يكتب: يعني الواحد من يشوف ويسمع هيك مهزلة وجريمة واستهتار بأرواح الناس، والله القتل حلال بيهم هذول الحكومة والأحزاب. كرم مستهجنا مستاء مستغربا يقول ما قال، يعني أنتم ترون هؤلاء ماذا يفعلون من أجلنا والحكومة تمارس المزيد من الضغط في ظل حالة احتقان وغضب منتشرة في مختلف المحافظات العراقية. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي حسين يكتب: هاي الحكومة العراقية الفاسدة باقوا أموال وخيرات البلد، صدق حكومة منحطة، هذا جزاء الإحسان، كمرك على الهدية، والله خزيتونا بين العرب. حسين يتحدث عن فكرة كيف أن الحكومة تطلب من الكويت أن تدفع رسوم جمركية مقابل الهدية التي تقدمها الكويت إلى أهالي البصرة. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي رؤى تكتب: هذا دليل على دناءة الحكومة العراقية وأهدافها في إبادة الشعب وتحطيمه، وحتى لا يعاتب العالم العراقي المنتفض ولا يعلمون مدى الضيق اللي واصل إلى الشعب أنتم تطلبون ممن يهدون أهالي البصرة مولدات كهربائية، تطلبون منهم الرسوم الجمركية، شيء من الخجل، هكذا يقول العراق والعراقيون. إلى التعليق الأخير نذهب إياكم، وكتبه أحمد. يقول أحمد: إيه خويا الحكومة فاسدة قطعا، يريدون انتهاك حرمة البلد وتخريبه بأتم الأمور. أحمد أيضا يؤكد كمن سبقوه من تعاملوا مع هذه القضية من خلال صفحاتهم في فيسبوك، ويرى أن الحكومة فاسدة لا هم لها إلا جمع المزيد من الأموال ونفخ جيوبها ولو على حساب راحة ومعاناة أهالي البصرة بل أهالي العراق جميعا. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة هو هاشتاغ مظاهرات 27 من تموز وفي العراق. أربع تغريدات نبدأ بقراءتها عليكم تباعا. في التغريدة الأولى هبة تكتب: كسبتم شوطا لكنكم ستخسرون المباراة في النهاية، موعدنا 27 تموز. هبة تتحدث بلسان أبناء العراق وتقول إن الموعد المظاهرات القادمة التي سيشهدها يوم 27 من تموز، تقصد الجمعة القادمة. إلى التغريدة التالية
وفي التغريدة أحمد علي البغدادي يكتب: السادة الحكومة والأحزاب الغير محترمة تقطعون الإنترنت، تمارسون الاغتيالات، تضربون المتظاهرين، تتهمونهم بالخيانة والتخريب، لن يمنع الناس من المطالبة بحقوقها والموعد الجمعة. أحمد يتحدث عن يعني الصعوبات أو عن محاولات الحكومة التي لربما تستخدمها من أجل لي ذراع المواطن العراقي، لكنه يسبق ويوجه رسالته إلى الحكومة ويقول: لن تنتصروا علينا، وموعدنا 27 تموز. إلى تغريدة الثالثة، وفي التغريدة الجديدة كرار يكتب: اليوم عند سيد الشهداء وأبا الأحرار الإمام الحسين الثائر العظيم، وغدا في ميدان الحرية، حيث صوت الشعب الذي يعلو أصوات الطغاة، وإن علت وهيهات منا الذلة مظاهرات 27 تموز. الآن نذهب وإياكم إلى التغريدة الأخيرة في هذا الهاشتاج مظاهرات 27 تموز، وكتبتها آية تقول: فلما نقص الخدمات في العراق رغم امتلاك البلد للموارد والثروات الهائلة؟ فلما يستحق فيلم يستحق جائزة الأوسكار عفواً كأفضل فيلم احتوى على أكبر كذبة، تلك الكذبة التي انطلت على معظم أفراد الشعب؟ أما آن لنا أن نستفيق من هذا السبات مظاهرات 27 تموز. فيلم نقص الخدمات عن العراق، هذا هو ما أرادت أن تؤكد عليه هذه المواطنة. تقول للمواطنين: لا تتراجعوا عن حقوقكم، وواصلوا مطالبكم وواصلوا مطالباتكم، ومضى حق وراءه مطالب، فكيف بصاحب الحق ابن البلد، وكيف إذا كان هذا البلد هو العراق؟ مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد تواصل.com لهذا اليوم. موعدنا يتجدد وإياكم في أوقات لاحقة. إلى اللقاء.